لم يحظى الوضع في أفغانستان باهتمام يذكر خلال الحملة الانتخابية في ألمانيا، غير أنه بعد الغارة الأمريكية على صهاريج المحروقات في الرابع من الشهر الجاري، والتي نفذتها طائرات أمريكية بطلب من قائد ألماني في الميدان، عاد الاهتمام بمشاركة برلين في المجهود الحربي في أفغانستان ليعود ويطفو على السطح. وتشارك ألمانيا بأكثر من 4000 جندي يتمركزون في المناطق الشمالية التي ظلت هادئة نسبيا. إنها الفرصة الأخيرة أمام الأحزاب الألمانية المتنافسة على خطب ود الناخبين، وفجأة تحول الجدل السياسي في برلين نحو الحرب في أفغانستان، وهي مسألة لم تعيرها الأحزاب الرئيسية بالا أقله حتى الآن، حين اختار حزب صغير فرض أفغانستان على حلبة الجدل. نحن مقتنعون أن الحرب لم تأتنا بشيء، ونعتقد أنها تسير نحو الأسوأ، وأن أعداد الإصابات والضحايا آخذة في الارتفاع، لذا علينا أن نضع حدا لذلك. حزب اليسار الذي يضم أعضاء معظمهم من الشرقيين الألمان والأعضاء السابقين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي لا أمل له في المشاركة بائتلاف حكومي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، غير أنه عرف كيف يستغل فرصة تزايد الضغوط على الحكومة لاستحداث خطة خروج ألمانية. هدفنا هو أن نعمل على تحقيق وضع لا تعود فيه حاجة لوجودنا في أفغانستان. التهديدات الجديدة من قبل تنظيم القاعدة ساهمت في دعم موقف المستشارة الألمانية ووزير خارجيتها المؤيد لزيادة نشر القوات الألمانية إلى حدود 4220 جنديا، غير أن عودة التأثير المتصاعد لمقاتلي طالبان غير كثيرا في أوضاع المناطق الشمالية النائية، حيث يتركز انتشار الوحدات الألمانية. ما يطلبه اليسار شعبوي، أملنا هو أن يتركنا السياسيون خارج الحملات الدعائية، ويجب أن يبقى الجدل في إطار الوقائع. بالرغم من ظهور شريط فيديو يتوعد الناخبين الألمان بضربة قاسية، يبقى الشعب الألماني أكثر اهتماما بالشأن الاقتصادي. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة نسبة 75% ممن لا يرون للوضع في أفغانستان أي تأثير على اختياراتهم الانتخابية.